بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. إخوتي المؤمنين في سورية الحبيبة، اعلموا أن المعركة بين الحق والباطل مهما تطل فإن عمرها قصير، لأن الله تعالى يدعم الحق ويقويه ويزلزل الباطل ويوهيه. فالحق نقيض الباطل، وحق الأمر صار حقاً وثبت. قال تعالى: قال الذين حق عليهم القول، أي ثبت. فالحق هو الثابت والهادف والواجب والصحيح، أما الباطل فبطل الشيء أي فسد وسقط حكمه، وهو العابث والزائل. والباطل نقيض الحق، وهو ما لا ثبات له عند البحث عنه. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. والتدافع بين الحق والباطل، أي بين أصحابهما، أمر لا بد منه وحتمي، لأنهما ضدان ونقيضان، والضدان والنقيضان لا يجتمعان، ولأن تطبيق أحدهما يستلزم مزاحمة الآخر وطرده ودفعه وإزالته، أو في الأقل إضعافه ومنعه من أن يكون له تأثير في واقع الحياة. ولكن ومع أن الحق منتصر، إلا أن سنن الله تعالى تقول: لا بد للحق من قوة تحميه من طغيان الباطل وأهله، وتمكن أهل الحق من محق الباطل والغلبة على أهله. وحينما تعيش الأمة حالة من الضعف والاستضعاف، فما ذلك إلا بسبب سكوتها عن حقها لفترة طويلة، وحتى استضعفها أعداؤها ونالوا منها ما نالوا. فقد قضت سنة الله تعالى في تدافع الحق والباطل أن الغلبة للحق وأهله، وأن الاندحار والمحق للباطل وأهله. قال تعالى: ويمحق الله الباطل ويحق الحق بكلماته. وقال أيضا: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. أيها الإخوة الأحباب، لقد هجم التتار على المسلمين، فملئت شوارع بغداد بأكوام اللحم والأشلاء، بل ولم تصل صلاة جماعة في مسجد واحد من مساجد بغداد 40 يوماً. كان المسلم يخشى أن يخرج من بيته إلى المسجد خوفاً من القتل. كان الرجل إذا رأى التتارية يقف في مكانه لا يتحرك خطوة حتى يأتي هذا التتري المجرم ليقتله. انظر إلى حجم الهزيمة في الداخل، ومع ذلك سلط الله تعالى على التتاري من هزمهم شر هزيمة، وغير الله الحال وبدل الله الواقع. الفرنجة هجموا على المسلمين ومنعت الصلاة في المسجد الأقصى 91 عاماً. تدبر أيها الأخ الكريم، تذكر التاريخ، ومع ذلك قيد الله للأقصى من يطهره، وبدل الله الحالة وغير الواقع. وقال ملك لوزيره مرة: قل لي كلاما إن كنت حزينا أفرح وإن كنت فرحا أحزن. قال هذا الوزير للملك: كل حال يزول. وهجم القرامطة على المسلمين في بيت الله الحرام، فقتلوا المسلمين في الكعبة وهم يلبسون ملابس الإحرام، وامتلأ بيت الله بالدماء والأشلاء. وانطلق المجرم أبو طاهر القرمطي فانتزع الحجر الأسود من الكعبة المشرفة، ورفع رأسه إلى السماء وصرخ في جوف بيت الله الحرام: أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ وظل الحجر الأسود بعيداً عن الكعبة المطهرة ما يزيد عن 20 عاماً، ومع ذلك غير الله الحالة وبدل الواقع.
انتصار الحق على الباطل قد يتأخر. إن الله تعالى يريد للمؤمنين النصر الأكبر والأكمل والأعظم والأدوم والأكثر تأثيرا في واقع الحياة وفي عموم الناس، بعد أن تتهيأ في المؤمنين الأسس اللازمة لاستحقاقهم هذا النصر الأكبر واستقبالهم له. ويدل على ذلك أن نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق ومعه المؤمنون لم يحصل في يوم وليلة ولا في سنة واحدة، وإنما تأخر فلم يحصل إلا بعد مضي أكثر مدة نبوته صلى الله عليه وسلم، أي قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بسنتين، وقد دخل بسبب هذا النصر دخل الناس في دين الله أفواجا. في كتاب الله تعالى آية كريمة تعد أصلاً في تفسير حقيقة تلك المعركة وفي فهم أبعادها وفي بعث الراحة والأمن في النفوس. قال تعالى: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وهذه الآيات الكريمات تحوي ثلاث حقائق مهمة. الأولى: ولو يشاء الله لانتصر منهم. نعم، فالله سبحانه وتعالى صاحب القدرة المطلقة، ولو شاء لأنهى المعركة بين الحق والباطل إلى غير رجعة. ومن هنا يقول جل جلاله: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. ويقول أيضاً: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. يعني معنى يسبقونا فعلوا شيئاً ما أردناه أو تفلتوا من عقابنا. إذاً لا يمكن لجهة في الأرض مهما بغت وطغت واستكبرت أن تسبق الله، فكل ما تكيده وكل ما تمكره إنما هو في علم الله وضمن خطته. فإن سأل سائل وما أكثر ما نسأل، فلما لا ينتصر الله منهم ويريحنا من ظلمهم وبطشهم واستكبارهم ويشفي صدور قوم المؤمنين؟ جاءت الحقيقة الثانية: ولكن ليبلو بعضكم ببعض. هذه هي حتمية المعركة بين أهل الحق وأهل الباطل، من أجل أن يتحقق الابتلاء عن طريقها فيستحق أهل الحق والإيمان الجنة بصبرهم وعملهم، ويستحق أهل النار ويستحق أهل الباطل والكفر النار بطغيانهم واستكبارهم. فالمعركة بين الحق والباطل جزء لا يتجزأ من الحياة الدنيا، بل ما هي في حقيقتها إلا ابتلاء وامتحان. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. ولسائل أن يسأل بعد هذا: ولكن ما للدماء تراق في هذه المعركة؟ وما للطغاة يعثون في الأرض مفسدين؟ ليأتي الجواب في الحقيقة الثالثة من الآية: والذين قتلوا في سبيل الله فليضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. إن الدماء التي أريقت في سبيل الله ونصرة دينه وإقامة شرعه في الأرض ينبغي ألا تأسى على هذا المقتول في سبيل الله، إن الله تعالى سيجزيه على عمله خير الجزاء ويثيبه عليه. ومع كل ما سبق فإنه لا ينبغي لنا ونحن نواجه أعداءنا أن نتخلى عن مشروعنا الإصلاحي القرآني الأساسي، وهو التغيير من الداخل. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالتغيير يبدأ من الداخل، وما لم نؤمن بكل خلية في أجسامنا بهذه الحقيقة فالطريق إلى النصر ليست سالكة. فالكرة في ملعبنا، ينبغي لمساجدنا ومدارسنا أن تأخذ دورها، وينبغي للآباء والأمهات بعد أن يصلحوا أنفسهم أن يؤدوا رسالتهم في إصلاح أبنائهم وبناتهم. وهذه الطريق وإن بدت طويلة
ولكن نتائجها مضمونة. اللهم ارحم شهداءنا واشف مرضانا وفك أسرانا وانصرنا على القوم الظالمين، والحمد لله رب العالمين.